اعزائي مشاهدي كل الكوره في كل مكان، برحب بكم طبعا في البدايه. النهارده معانا واحد من اهم المهاجمين في تاريخ كره القدم المصريه، هداف كبير وهداف خطير، كابتن صلاح امين. كابتن صلاح، في البدايه برحب بيك في كل الكوره ومنورنا. وانا برحب بيك يا مصري، ومبسوط ان انا معاك ومع الناس اللي موجوده معاك كمان. اول فلوس مسكتها كانت كام وعملت بها ايه؟ كنت باخد حوالي 35 جنيه وباخد 15 جنيه في الماتش اللي في ملعبنا و20 جنيه في الماتش اللي بره ملعبنا. اول مبلغ مسكته على بعضه كان كام؟ كانوا حوالي 5000 جنيه. عملت بيهم ايه؟ اشتريت موبايل ب 3000 جنيه. كان نفسي يعني ابقى معايا موبايل كويس، كان معايا تقريبا في الوقت ده تقريبا الموبايل اللي هو الاريكسون 680 الكبير ده. بعديها ربنا لما كرمني وكنت بلعب في الداخليه وكان عقدي خلص ومفروض ان هم هيجددوا لي 3 سنين تاني عشان ابقى موجود في النادي، فادوني 5000 جنيه عشان اقعد عشان ما امشيش واسيبهم. يعني عملت بيهم ايه ال 5000 جنيه؟ اشتريت ب 3000 جنيه موبايل ما انا بقول لك هم اول كانوا اول 5000 جنيه. اشتريت ب 5000 جنيه موبايل وال 2000 جنيه بقى كنت يعني ماشي ما مش عارف حد مش عارف ولا حد. اول جزمه كوره لعبت بيها كانت فين؟ اول جزمه كوره رحت بيها اختبار كنت سالفها من واحد صاحبي. مين اللاعب اللي بدلت معاه التيشيرت بتاعك، وكان مين اللاعيبه اللي انت كان نفسك تشوفها في حياتك في الكوره؟ كنت انا وسيد معوض كنا بنلعب النادي الاهلي في ماتش تقريبا مباراه مصيريه، كانت الماتش 3-1. كنت متفق معاه ان انا بعد الماتش هاخد منك التيشيرت يعني، لان انا كنت بحب سيد جدا يعني. اهلاوي ولا زملكاوي صلاح؟ لا انا زملكاوي. زملكاوي. لو الزمن رجع بيك وفي عصر الاحتراف دلوقتي في الفلوس اللي احنا شايفينها دي وفي الامكانيات، تختار الاهلي ولا الزمالك؟ لا كنت بتمنى في يوم من الايام ان انا اكون موجود في نادي الزمالك يعني، كان نفسي في وقت من الاوقات ان انا اشارك في نادي الزمالك، كان يبقى شرف ليا وان انا ابقى موجود في نادي الزمالك. اللاعب اللي حببك في الزمالك او شايف ان هو واحد من اساطير نادي الزمالك؟ في لعيبه كتير، في لعيبه كتير في نادي الزمالك كنت بحب اتفرج عليهم، كابتن حازم امام، شيكابالا دلوقتي طبعا بيمتعني، يمكن اخر الحاجات الحلوه اللي موجوده في الكوره يعني. مفيش لعيب في الاهلي بيمتعك او شايف ان هو؟ لا طبعا كابتن محمد ابو تريكه وبركات، الجيل ده كله كنت بستمتع بيه، كنت بستمتع بكورتهم، كانوا بتتلعبهم ايام ما كان ايامنا يعني لما كنا بنلعبهم، لا كانوا صعبين جدا ان انت تطلع من الماتش اصلا واخد بونت منهم حتى على الاقل. التجربه الاهم في حياتك في الانديه اللي انت لعبت ليها يعني، نمسك الخشب، لعبت اسماعيلي، داخليه، سموحه، طبعا طلائع الجيش، مش عايز انسى حد، انتاج، مقصه، دجله، انت لعب لحد ال 40 واحد لعب لحد 40 سنه فاكيد هيلعب مع. بص في انديه يمكن طلائع الجيش ده النادي اللي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى بالظبط كده صعب لكن الفضل عليه. التجربه الاهم في حياتك وادي دجله اللي اثر فيا قوي، لان لعبت معاهم سنه وهم هبطوا، انما نادي مهما هقول لك يعني مجلس اداره طبعا برست المهندس ماجد سامي طبعا يعني حاجه مش عايز اقول لك، قمه في الاحترام والاحتراف، واللعيبه اللي طالعه متاسسه في اكاديميه جي ام جي والحاجات اللي عاملينها ومطلع لعيبه للدوري المصري ما شاء الله حاجه روعه. كان نفسي النادي يكمل في الدوري، بتمنى لهم طبعا ان هم يبقوا موجودين السنه الجايه ولا اللي بعدها بكتير قوي يكونوا في الدوري. احسن فريق في مصر. بص هو انت دلوقتي ما تقدرش تقول، لان في ثلاث فرق كويسين جدا في الدوري دلوقتي، اهلي وزمالك وبيراميدز. لو موجود دلوقتي وفي العصر في عصر الماده والاحتراف وجالك عرض من بيراميدز او فيوتشر مع الاهلي والزمالك، هتختار الفلوس ولا هتختار الانتماء؟ لا ما اعتقدش، اصل بص انت في الاهلي والزمالك طبعا متعوض كويس قوي بالحته الماديه دي، ما اعتقدش ان انا افكر في حاجه من الانديه دي خالص وانا بلعب في اكبر ناديين في مصر. مستحيل، موضوع مختلف، بيختلف من لعيب للعيب، في لعيب بيفكر ان الماده عنده يعني هتفرق معاه وهتعمل له حاجه، انما انا شايف لا، ان موضوع الفلوس دي الواحد اخر يفكر اخر حاجه يفكر فيها انما اهلي وزمالك ما تتعوضش يعني. نفسك ابنك يطلع لعيب كوره؟ هو انا كان نفسي انه يطلع لعيب كوره، بس هو دلوقتي بيلعب هاند بول. هو كان نفسه يطلع ايه بصراحه؟ يمكن في الاول خالص وهو صغير خالص فبساله بقول له محمد انت نفسك تطلع ايه، فكان رد عليا رد يعني حاجه غريبه جدا صدمني يعني، قال لي نفسي اطلع جزار. نفسك تحقق ايه في مجال التدريب اللي انت بدات اول مشواره مع كابتن احمد سامي؟ بص ما بفكرش في ان انا احقق حاجه دلوقتي بقد ما بفكر ان نفسي الكابتن احمد نفسه هو اللي يحقق. صلاح شرفتنا ونورتنا في كل الكوره، نتمنى لك التوفيق في
الكارير الجديد او المجال الجديد ان انت تكون واحد من المدربين المهمين في مصر. ده كان لقاء سريع مع واحد من اهم الهدافين في تاريخ كرة القدم المصرية، الهداف صلاح امين. انتظرونا من خلال كل الكورة ان شاء الله، ولقاءات تانية كتير مع كل النجوم في كرة القدم المصرية. اشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.